موبايل هوم خبرنا على شو ناوي بتلف وبتحوم بتشد الخطاوية عم موبايل هوم خبرنا على شو ناوي بتلف وبتحوم بتشد الخطاوية عندي إلكم مفاجأة أسئلة حلوة ومسابقات واللي جاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي. اهلا وسهلا فيكم، عندي لكم مفاجآت اليوم، اسئله حلوه ومسابقات، واللي حيجاوبهم معنا اليوم في البيرق مول اكيد حيظهر عطيور الجنه من خلال برنامج على خطاوي السلاوي. حلقتنا لهذا اليوم بدات معكم، يلا معنا تفضل على خطاوي السلاوي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. برنامج خطاوي السلاوي عشان طيور الجنه. ما هي الدول الأوروبية التي استعمرت كل من ليبيا والجزائر ومصر؟ ليبيا إيطاليا تمام، والجزائر فرنسا تمام، المليون شهيد، ومصر تمام. إنجلترا أكيد. أنا إن شاء الله متأكد. أكد منهم إن شاء الله. كان أبونا تكون الإجابة صحيحة، كان أبونا تكون صحيحة، ولكنها للأسف صحيحة. عين عليك، نعم إجابة صحيحة. الله يعطيك العافية. لسه ما قلناش السؤال، يعني ما خدناش جولة في المول، مباشرة جاوبتم ما شاء الله عليك. ثقافة عامة. ثقافة عامة. يا عين عليك. برافو عليك. إيش ربحت معانا؟ أول جائزة. ربحت معانا معهد الدراسات العالية في البيرق مول، أعطاك جائزة بقيمة دورة تدريبية بقيمة 50 دينار، تفضل اقرأ لنا الكابون اللي موجود. معهد الدراسات العالمية بالتعاون مع قناة طيور الجنة الفضائية ضمن برنامج على خطاوي السلاوي نقدم لكم دورة تدريبية مجانية بقيمة 50 دينار. ألف مبروك عليك. بس كافي، بكفي لحد هون. نعمة. والجائزة الثانية، أنت وين موجود؟ في البيرق صح؟ الجائزة الثانية كوبون استلام مجموعة رمضان من ميزون بقيمة 25 دينار. كابون استلام من ميزون بقيمة 25 دينار. ألف مبروك عليك. تفضل الله. الجائزة الثالثة يا أستاذ مين؟ أبو فارس بشار. يا أبو فارس، أنوتا أعطوك كابون للتسوق بقيمة 15 دينار. والجائزة اللي بعدها يا أبو بشار، عبد الصمد القرشي، تعرفهم؟ معروفين. إيش عندهم؟ عندهم زيت جدايل، عندهم عطور العود. طيب إيش رأيك هذا الزيت إيش هو؟ هذا جدايل. يا سلام، انا بستعمله. بتستعمله ايش؟ مو لي لبنتي. الف مبروك عليك. والجائزه الاخيره من عند اكوا. اكوا معروف الالبسه. اكوا تعرفوا انهم هي موجودين بالضبط ورا. الف مبروك عليك. الله يبارك فيك. والله بيقول الله يوفقهم وان شاء الله هالمسار بيكبر اكبر واكبر واكبر ان شاء الله. نشكرك، فرصة سعيدة. الله يحييك. ربنا يبعد عن بلادنا كلها الاستعمار ويرجع بلادنا سالمة غانمة للكل. آمين. شوفك على خير. ما شاء الله، من أولها خلص لكم إياها. شو نعمل؟ هذا هو حظنا في برنامج خطاوي السلاوي. حنكمل بعد الفاصل، بدنا ندور على سؤال يكون حاجة خرافة. يلا معنا بعد الفاصل، تفضل معنا على خطاوي السلاوي. فعل ماضي يبدأ بحرف الياء، أعطينا أي فعل ماضي يبدأ بحرف الياء. حرف الياء، والله حرف الياء. يلا يا عم ساعدني. معاكم 10 ثواني. تشاور تشاور تشاور. يلا اقتربوا. تشاور. ماضي. فعل ماضي يبدأ بحرف الياء. أنا راح أعدلكم للعشرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ساعدهم، ستة، كله أصفر اليوم ما شاء الله، سبعة. أي نعم، حرف فعل، فعل ماضي. يلا. ينسى ينسى ينسى. مضارع. مضارع ينسى. ما مر علينا. ها؟ ما مر علينا السؤال ولا عرفنا الجواب. فرصة سعيدة. يلا قولوا للكاميرا شكرا. يلا قولوا. الله يحفظكم يا رب. شكرا. إيش اسمك؟ إيلاف. ما سمعت. إيلاف. أهلا يا إيلاف. وأبو ابو ناصر. الله يحييك ابو ناصر. كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الحمد بسأل الله. عن فعل
بدنا فعلين. يبدا بحرف الياء، فعل ماضي يبدا بحرف الياء. ماضي فعل ماضي ياكل. اسف. فكر. فعلين او فعلين يبدا بحرف الياء يكون ماضي. يبدا بحرف الياء يكون ماضي. وين راحت؟ والله ما وين راحت؟ راحت لما اي جوا بصيره فكر لها سمع الله عدالي. لا راحت لما ما غير لي. الله يحييك. غير لي. مشكور يا غالي. ما في هذا السؤال اللي انا قاعدين نبحث في جوائز عليه. اي طبعا ان شاء الله. شنو الجوائز؟ والله جوائز 6 جوائز. لا اه والله. فعل ماضي بحرف الياء. نعم. صعب سؤال صعب. الله يحييك. شكرا يا مرحبا فيك. مشكور. عندنا سؤال يتكلم عن اعطونا فعلين، فعلين يبداوا بحرف الياء بس شرط يكونوا ماضي. يلعب مضارع يلعب تو يلعب يد يلعب. شلون يلعب؟ يلعب مو لعبه، لعبه هذيك ماضي. حتى الكبار ساعدوه ما في مشكله. شنو سويت قبل وكان يبدي بحرف الياء؟ ما مر علينا السؤال والله. شو تبي فعل ماضي يبدا بحرف الياء؟ تشاور مع بعض معاكم 10 ثواني نترككم. يلا ابداوا بالتشاور. حنعد لهم العشرة إن شاء الله حتى نشوف مين ممكن منهم يجاوبنا هذا السؤال. نبدأ بالعد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إيش بعد التسعة؟ 10. ممتاز. أنت أعطني الجواب. كيف أعطيك الجواب؟ أنا والله صدق قاعد أفكر فيها. ما حضر الجواب. لو سهل كان ما حطينا السؤال. ايه يعني صدق. الله يحييكم. شكرا 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 يا مرحبا فيكم. حياك الله. يا اهلا وسهلا. كيف صحتكم؟ اخباركم تمام؟ يا اهلا وسهلا. يا مرحبا فيك. يوسف يحب طيور الله يحفظه يا رب. نعم. سؤال لك من طيور الجنة. اعطيني فعلين. ماضي يبدأ بحرف الياء. ماضي يبدأ بحرف الياء. بامكانك الاستعانه بصديق بس عرب الصديق. انت ولا غيرك؟ عرب الصديق. طيب ما هو ما فيش هنا اصدقاء دلوقتي. بس حنعد لك العشرة. معك 10 ثواني وبدا العد. يلا تفضل. 3. لا مش عارف. شكرا. شكرا جزيلا يا مرحبا. اليوم حلقه تصوير السيلفي. تعال حبيبي تعال. كمان واحد. ايش اسمك انت؟ ايش اسمك؟ محمد. سعود. وانت؟ محمد. توأم؟ توأم؟ نفس العمر؟ مين اكبر؟ انا. ومين اصغر؟ انا. سعود ومحمد. اهلا وسهلا. راجعوا على الكاميرا. قولهم الى اللقاء. يلا مع السلامة. الى اللقاء. الله يحفظكم يا رب. يبدأ بحرف الياء؟ نعم. مو فعل واحد، فعلين بحرف الياء. تشاور واحد لكم 10 ثواني. ايش رايكم تشاور؟ ابدا تفضل. نبدا بالعد بالعشر ثواني على الساعة الجميلة اللي موجودة. هيك احسن. ايش اسمك انت؟ ميرة. اهلا يا ميرة الاميرة. نعم الجواب. لا ما ادري صح. ايش اسم البطل؟ عمر. اهلا وسهلا. الله يحفظكم يا رب. سعدنا بشوفتكم. فعلين من الماضي. الله أمان. فعلين من الماضي. فعلين ماضي يبدأ بحرف الياء. بحرف الياء. انا اقول لحظة. انت هذا سؤال صعب والله. اي طبعا. ايه. لان الجوائز قيمة. لازم بالحرف الياء اول. نعم. شيء. نعم. الله. يذهب. يذهب تو يذهب. والله ما ماني عارف والله. يركب. والله ماني عارف. الله يحييك. ايش اسم الصغير؟ ايش اسم الصغير؟ تعال هادي. تعال يا هادي. يلا الله يحفظك. يا تابع طيور الجنة هادي؟ ايه تابع قوة بعد ما شاء الله. الله يجزاك. حياك الله. فرصة سعيدة. شكرا شكرا. ايش يا بطل؟ تصور؟ يلا صور سيلفي. يلا تعال يا صغيرة. فاصل سيلفي. يلا تعالي يا صغيرة اقتربي. 1 2 لا واحدة أحلى بعد. واحدة أحلى كمان.
شكرا. يا نعم. ماضي. عشر ثواني معاه. خلينا نكون ماضي من زمان ولا ايه؟ والله ماضي امبارح، ماضي اليوم، المهم ماضي. لك يا ماضي قبل نص ساعة ما فيش مشكلة كمان. يعني أي كلمتين ها؟ أي فعلين وليس كلمتين، فعلين في الماضي. يبدو. إيش؟ يبدو. يبدو؟ يبدو يعني يبدو لي إنه هذا فعل مضارع. يبدو لي أنا. يبدو فعل ماضي؟ ماليه. هذيك بدا وانتهى، اما يبدو لبعد تو يبدو. يبدو عليك التعب صح؟ ايوه المضارع. حرف الياء لغه عربيه. ما مر علينا السؤال ولا حد جاوب فيه. لا. شكرا جزيلا، فرصه سعيده. حنتركهم يتشاوروا لعبين. احنا نشوف الصغيره الاموره لولو الملقبه بلما. يسره ويائسه. ايش هما؟ يسره ويائسه. يسره بمعنى جاي من التيسير يعني. أحمد يسر لخالد الخير. ممكن؟ أكيد فعل ماضي يسر. أكيد. شايف إيه؟ إحنا بنتكلم عن المعنى. لا أنت شايف إيه مش ماضي؟ لا يمكن ما بعرف أسألك. لا هو ماضي. لا أكيد ماضي. والثاني؟ يائسة. ماشي. يائسة. يعني أحمد يائسة مثلا من حياته أي حاجة. لا الله يسامحك إلا يا أزم الحياة خلي ضل أحمد موجود. الإجابة نعم. لا بد من حبك. الإجابة نعم صحيح. ربنا بنعمكم اليأس ويجيب لكم السعادة والفرح. الجائزة الأولى اللي ربحتوها معانا في برنامجنا إيش اسمه؟ أنا ولا؟ ما اسمه؟ معهد الدراسات العالية. معهد الدراسات العالية قدم لنا اول جائزه وهي عباره عن انت اليوم ايش عم تعمل في البيروت؟ انا اشتري ملابس للمة. طيب ان شاء الله انه هلا احنا نعطيها جائزه ملابس من عندنا. اقرا. مبروك. معهد الدراسات العاليه بالتعاون مع قناه طيور الجنه الفضائيه ضمن برنامج على خطاوي السلاوي نقدم لكم دوره تدريبيه مجانيه بقيمه 50 دينار بس. دي الجائزه الاولى. في غيرها؟ يا ريت انا معاك انت لو عايز اجب. تفضلي انت ساعدينا. افتحي المغلف وشوف ايش الجائزه واقرا لنا اياها يا ام لما. اقرا لنا اول سطر منها. اول واحد. كوبون استلام مجموعه رمضان من ميزون بقيمه 25 دينار. دي الجائزه رقم 2 50 و25. تمام. الجائزه رقم 3. أنوتة عنده ملابس للحلوة الصغيرة البنوتة. جميل. جائزة بقيمة 15. دي الجائزة رقم كم؟ الثالثة. ثلاثة. والجائزة الرابعة. الآن أنت أخذت الآن دور المدام. تفضلي افتحيها. في هذه الأثناء هي تعمل على فتح الجائزة وهذه خليها بجيبتك. بعرفش إيش هي هذه لك. خلاص أبقى تشوفها في البيت. هذه محفظة من الجلد بقيمة 40 دينار مقدمة من سامبا للجلود المتخصصين في الحقائب النسائية والمحافظ اللي هي البوك مثل ما قالت المدام. الجائزة رقم كم؟ لكن نسينا كثير. أربعة. إيش بتسموها في المصري هذه المحفظة؟ ده بوك. بوك برضه حتى السيد. في السيدة وهنا لا هنا ما أعرفش يسموه هنا بس في مصر بوك. والجائزة التي تليها من عبد الصمد القرش. عندهم إيه عبد الصمد؟ عطور. عطور بخور. والجائزة الأخيرة من أكوا. ألف مبروك عليكم. الله يبارك. ألف مبروك عليكم. في يأس؟ في يأسة؟ لا ما فيش يأسة إن شاء الله. ولا بائسة؟ لا ولا بائسة. ولا لا ما فيش حاجة. كله يسر. طالما شفتك ما فيش الكلام ده. الله يخليك. إيش تحبون نسمع منكم كلمة في الختام لطيور الجنة؟ يعني تفضل. سنة جميلة وبنتفرج عليها دايما. لما بنتفرجوا عليها. هي ولما تفرغ عليها انا اعطوا في الشغل. لا على وفقك يا رب. لكن يا تفرغ. تحياتنا للما نشكركم. نشكر وجودكم معنا وانتم حبايبنا الحلوين. بنكون احنا وياكم وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم. حتى نشوفكم في حلقه جديده من برنامج خطاوي السلاوي مع ابو لما للكاميرا. الى اللقاء. يا عمو برهوم خبرنا على
مفاجآت، أسئلة حلوة ومسابقات، واللي يجاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة. على خطاوي السلاوي